مازن. هسه هذه هكذا مشاكل وداخل مجلس النواب تحت السلطة التشريعية أو قبة السلطة التشريعية يصير هكذا سجالات ورمي بالتليفون ورمي بال... عندكم صور عن مشهد؟ لا لا ما مخلين صور، كانت هي حصرية بدون صور، ما طلعت الصور طبعا، لا تعليق لو شنو هاي صار. لا مهزلة يعني، شي واحد شي يريد يعلق؟ مهزلة. فاسد يريد يحاسب فاسد، فاسد بالدليل، بالدليل يريد يحاسب فاسد، كل الأطراف فاسدين، خليه يروحون ينطحون راسهم بالحائط مو الخاطر، كلهم فاسدين، كلهم عندهم ملفات فساد، وكلهم متأصلين بالفساد، وكلهم سبب. احنا ما نريد نقول محافظات سنية ومشيئة، دمار محافظاتهم وجزء من دمار الاقتصاد العراقي اللي كان مقاول واللي كان مسيطر واللي كان محافظ واللي كان مسيطر على مطبوعات وزارة التربية. أي يعني الدولة وهيئة النزاهة ما تعرف، مجموعة من الفاسدين بيناتهم. هي المشكلة انه شعب خياراته من ينتخب، يعني واحد شي يريد يسوي وما اعرف يعني اذا احكي اكثر. بعثتهم مذبوبة على الشعب؟ 18% كانت نسبة المشاركة بالانتخابات. والله شو بعدها على الشعب؟ والله اللي يروح يهوس بالروح بالدم نفديك يا فلان وينتخب وهو يدري انه محافظته 10% من موازنتها ما مصروفة على محافظته، فأكيد هذا الشعب. واللي قاطع ويترك هذا اللي يروح يصوت لهذا هم يعني أكيد يتحمل مسؤولية. يعني المصوتين والمقاطعين توصل إلى هذه الدرجة أنه واحد نائب يضرب نائب ثاني بالتليفون، يعني لهالدرجة؟ صارت قبل بالمكرم السامع بالأحذية، صار كل شيء صارت. هي يعني احنا عاد نوابنا جايين هذا السلوك البرلماني، ما يخلون ضوابط سلوك انه هذه اي مشاده داخل البرلمان تنهى العضويه. اكو قراءات تقول اكو تغيير بخارطه القوى او الخارطة السياسه السنيه او الساحه السنيه، على اعتبار احنا من هذا الصراع بين المتضادين الى الصراع اللي موجود الان بين السيد الحلبوسي والكربولي. لا اكيد يعني شوفي، الخارطه السنيه والخارطه الشيعيه لحد الان هي أنا أعتقد لعبة المكونات انتهت. الآن الصراعات داخل المكون كأحزاب سياسية، وهذا شيء طبيعي لو تدار بدون تليفونات وعركات وفساد وتشهير زين، ويطلعون الفاسدين اللي إحنا ناخذ مؤشرات إدانتهم لبعض. مؤشرات إدانتهم، كل واحد عنده جردة حساب لفساد الآخر. يعني لو ما هم كاشفين حسابهم أكيد إحنا ما ندري.